من السليمانية عبر الهاتف تنضم لنا سيدة ميسون البياتي، مديرة منظمة أوديسا لتطوير وحماية المرأة العراقية. سيدة ميسون أهلا بك معنا في اليوم العالمي للفتاة وللطفلة. ماذا تنتظر الفتيات من هذا اليوم؟ أهلا وسهلا. طبعا الفتيات في هذا اليوم ينظرون للمستقبل نظرة تفاؤل وأمل في تغيير واقعهم إلى الأفضل، نظرة المساواة بينهم وبين الرجل، نظرة أنه تخلي المستقبل ينطيهم حقهم ومكانتهم في المجتمع الذي ظلمهم، أخذ حقهم منهم في كثير من الظروف. الفتيات في هذا اليوم يتطلعن إلى المساواة في الحق في التعليم، المساواة في حق العمل، المساواة في تنمية المواهب، في بلوغ المراكز القيادية في المجتمع. كثير من الفتيات يأملن أن تكون الأنظمة والقوانين في بلدانهم تضمن حقوقهم في كل المجالات. ونحن كمنظمات نعم. سيدة ميسون، في زمن الإرهاب، في زمن داعش، في زمن اغتصاب الفتيات، في زمن هدم حقوقهن كما شهدنا في العديد من المناطق التي احتلها هذا التنظيم، في زمن شهدنا فيه الطفلة والفتاة محرومة من أبسط حقوقها في الحياة، يعني هنا نتحدث عن دور المنظمات الإنسانية للوقوف في وجه ذلك لحماية الطفلة والفتاة. للأسف يعني الواقع اللي شهده الوطن العربي وبالأخص يعني واقع الفتاة والمرأة في هذه الدول التي تعرضت للصراع أدى إلى تراجع حقها في التعليم، في ضمان حقوقها، بالأخص يعني مع هجمة داعش. كما ذكرت هناك العديد من الفتيات أجبروا أو اغتصبوا وحرموا من حياتهم الطبيعية. دورنا نحن كمنظمات هو مساعدة هؤلاء الفتيات لاستعادة حياتهم، لاستعادة ثقة في أنفسهم، لتوعية المجتمع بتبني هؤلاء الفتيات ومساعدتهم على اجتياز المراحل الصعبة اللي مرت في يعني مروا فيها في خلال تعرضهم لسيطرة داعش. طيب ثقافة مجتمعاتنا العربية سيدة ميسون، هل لديها الوعي باستيعاب هؤلاء الفتيات؟ ثقافة مجتمعاتنا، ثقافة العيب، ثقافة يعني بعض الدول العربية التي نعلم بأنها محافظة، إذا ما تحدثنا عن العراق مثلا على سبيل المثال، هل يمكن أن يستوعب المجتمع من جديد الفتاة التي اغتصبت من قبل داعش؟ هل يمكن أن تتزوج، يمكن أن تعيش مستقبلا، أن تصبح أم؟ في الواقع أن المجتمع لحد هذه اللحظة لا يتقبل فكرة أن الفتاة إذا كانت مغتصبة يعني أن يستوعبها في المجتمع أو يتقبل وجودها، لكن نحن كقادة مجتمع، كمنظمات، كجهات فاعلة في المجتمع يجب أن يكون لدينا دور قوي في توعية المجتمع بالنظر إلى واقع هذه الفتاة التي كانت ضحية لهذا الصراع. فدور المنظمات يعني يجب أن يكون فاعل في هذا المجال حتى نتمكن من مساعدة هؤلاء الفتيات لاجتياز هذه المرحلة والعودة إلى الحياة من جديد. طيب أستاذة ميسون، ماذا بالنسبة لوعي الفتاة بذاتها، وعي الفتاة بحقوقها، وعي الفتاة بحقها في عدم السكوت يعني وفي التحدث، يعني وعيها بأن الكلمة هي أول خطوة نحو التحدي ونحو أن تحقق أمانيها وأن تصل إلى مبتغاها، يعني إلى أي مدى يجب أن وعي الفتيات وحتى من هن لا يزلن في سن الطفولة بذلك وبالثقة بأنفسهن؟ طبعا هي الفتاة بحاجة إلى دعم نفسي ودعم من أولياء الأمور، دعم من الأقرباء، دعم من المجتمع نفسه حتى يكون عندها ثقة بالنفس حتى تعبر مرحلة المعاناة. فالبنت أو الفتاة الصغيرة عندها استعداد إنه تعبر عن نفسها، عندها استعداد إنه تغير من واقعها، لكن محتاجة من يساعدها من يعني يدعمها وتتمكن تعبر هاي المرحلة. نعم. يعني شهدنا الكثير من حالات الفتيات المغتصبات لدى داعش، وكلهم يعني عندهم
يعني رغبة في إكمال الحياة، عندهم آمال وعندهم طموح يريدون يحققوه، فهذا الشيء موجود داخلهم، لكن يحتاجون من عندنا إحنا كمجتمع كمنظمات كحكومة دعم، من خلال البرامج ومن خلال التوعية. شكرا لك على هذه المداخلة معنا السيدة ميسو البياتي مديرة منظمة أوديسا لتطوير وحماية المرأة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف من السليمانية.